وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة مع كيانات كبرى. وصرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، مشيرا إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا. وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.